هنا بالسوق الأسبوعي للمواشي بعاصمة ولاية البيض تقربنا من الموالين لرصد أسعار الأضاحية، فكانت هكذا على لسانهم: أسعارها من 4 حتى 7 حتى 7.5، ولو الحولي والحولي كاين الكبير وكاين الصغير، كيما الثني راه داير من 6.5 حتى 7.5، اللي ماهوش متساثني راه من 4.45 5.55. العيد راه من 4 حتى 8 10 حتى 12، هذا العيد المليح من 10 له. اللوشة عندنا من 7 ملايين حتى 9 ملايين، 8.5 على حسب السلعة. كبش ها وين عطينا فيه 9 ملايين بصح مازال يزيد، مازال يلحق 10 ملايين هذاك في الجزائر، ولا يبيعوه ب 12 13. النعجة كاينة من 25 لحتى 35، تعيد هذه تعيد. الحولية هوني كذلك، كان الحولية تاع 25 تاع 3 تاع احترف هذه حتى 35 وتعيد. الخروفة كذلك تاع 6 أشهر فاني تعيد، كان في متناول الجمع، كان اللي يدير 25 كان اللي يدير 22. في حين يرجعون سبب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف تربية الماشية. جيت نشري لقيت السيد عطي 6.5، ما قال لي ما لحقتش، قال لي ما لحقتش به، ما طقش انا نزيد، ما طقش نزيد وني خايف. مازال هو السيد مازال راس ماله. هو بالحق اللي راه نطلع الحياه نطلعها العلف، هما راهم يحسبوا الموال راه داي، بصح العلف هو اللي راه نطلع الحاج. الزرع شريناه ب 600، النخاله وصلت حتى 450، واليوم رانا كي دخلنا السوق نبيعوا واش ما دار السوق. بصح اللي راهم ينقلوا جهه واحده اخرى ربما راهم يزيدوا 2 ملايين 3 ملايين في الكبش. قبل أسبوعين من عيد الأضحى المبارك هكذا هي أسعار الأضاحي بأحد أكبر أسواق المواشي بالبيض، في الوقت الذي تتباين فيه الآراء حول ارتفاعها أو انخفاضها خلال الأيام المقبلة.